أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: رجل سألني عن شراء شيء فقلت إن شاء الله سوف أشتريه، فقال: ومتى يشاء الله؟ والسؤال: هل يجوز القول بأنه متى يشاء الله؟ وماذا علي أن أجيبه؟ هذا من باب العبث. سؤال متى يشاء الله، الله أعلم، الله أعلم متى يشاء الله. هذا كله كلام لا يليق ولا يحسن منه، ما يحسن منه أن يقول متى يشاء الله، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.